بنحييكم على شاشة تلفزيون لبنان ورح كون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول هنا. رايح صوتنا. هلا. كيفك ست سامية؟ منيح وعليك بالصحة والعافية. ونحن عم نبلش نعيد اللبنانية وكافة الأشخاص اللي عم يحضرونا باللغة العربية بكافة أقطار العالم. اليوم عنا جالونتين العيد. ومثل ما قلنا من يومين ثلاثة عم نبلش بتحضيرات للعيد، كان العيدي الميلاد وراس السنة. جالونتين العيد بدي فروج كامل، جزر 3 حبات، كوسة 5 حبات، كستنة أصلية 6 حبات، بروكلي نص كيلو، جامبون بقري شرحتين، لحمة مفرومة ناعمة 250 جرام، بدي بيضة، ملح بهار أبيض، برجوز الطيب، بطاطا 800 جرام، زيت نباتي. بدنا تقريبا للتحضير بالأول حوالي فنجان قهوة، بدنا شوي تاني لغير شي، زبدة شرحة ونص، خردل ملعقة صغيرة للسلطة اللي تتقدم معها، سلطة الايسبرغ مع الذرة والبندورة الكرزية، مع الخردل وزيت الزيتون وخل العادي أو خل البلسمك، وأكيد بدي مواد قطرية. هلأ هون على النار نحن حطت 6 سامية لأنه الصنف بياخد شوية وقت، حطت ماي، هلأ ما في غير ماي هون. أنا من شان بلش اشتغل، أول شيء حبلش اشتغل هو بالدجاج، ومع الدجاج رح نخلط ونحط شوية ماي من شان البطاطا على النار، لأنه البطاطا كمان تاخد وقت بس نقطعها. طيب يلا وبدي أعمل الحشو. هلأ الحشوة بالأول هنبلش، هيدي ملعقة بنحط اللحم الناعمة، شوية ملح، نكسر بيضة مع حطي بهار أبيض وبرج جوزة الطيب. هيدي الحشوة الجالونتين. هلا في ناس بحطوا مع باتيه، في ناس اتقل فواجرا، بس ما بدنا نفوت لهالاشياء، انجا العالم تسوي هيدي. يلا بدنا نعذبك، خلطيها من بعضها. انا رح بلش بتسحيب الدجاج. بيندعكوا مع بعض المزبوط. هالفروج نجيبه نسحبه بهالشكل. هلا ما في يعمل فروج، في يسحب له اياه محل ما بيشتري. اكيد اندفع له نتفة صغيرة، بقول له مول معروف سحبه، بسحب له اياه من العظام. من الجهة الثانية وبناخذ اتصال. الو الو، صباح الخير. صباح النور. نعم عليكم. وعليك بالصحة والعافية. شفنا له عاد رئيس الوزراء يعمل دورة بدكواني، ما خبر شيء ثاني إذا ممكن يلتفت لنا. هلا أنا ورا العيد معقول يصير، بس هلا قبل العيد ما في شيء. بتقول لنا تبقى حضرتك؟ دقيقة ما في مشكلة، تكرم عيونك. خلي لنا إياكم. تكرم وينعاد عليك. وعليكم بالصحة، شكرا. تسلمي. هي القفص الصدري ما منكبه، نستعمله ونرجع لتحضيرات. منسحب الفخذ،
بهالشكل بنمشي يعني بتتعودوا عليها ما بدها شيء. تمشوا بمحاذاه العظمي هيدي تبع الجانح وهون في عندي تبع القفص الصدري حط البطاطا. بدي اقطع لحظة بس يلا حاطيكي هاي دقيقة صغيرة ونبلش لأنه هي بياخد شوية وقت معنا على النار ليستوي. بلشنا فيه بالأول. هاي الحشوة تبع الجالونتين مثل ما قلنا فينا نسويها هيك بطريقة منا مكل في كتير وطيبة. فيكن تحطوا باتيه عادي وفينا نحط فواجرا اذا بدنا نتقل. اعطيني ورقتين نايلون او ورقه. بشيل هيدي شقفه الفيليه يلي هي بالدجاج. هون في غضروف صغير كمان بشيله. وهون عندي بعد هذا الجنح. هلا هاي الدجاج من دقة بندق اللحمة وهي الفيليه كمان من دقة لواحد. وبناخذ اتصال. الو الو شيخ انطوان. نعم يعطيك العافيه. الله يعافيكي. ممكن تعطيني كبه الرز اذا بتريد؟ تكرمي عيونك. ميرسي شيف، انا من البقاع عم بحكي وناطرتك اذا بتريد. يلا تكرمي عيونك. تكرمي. ميرسي ميرسي. تكرمي. هلا فينا نسويها كله سوا الفروج نلفه على بعضه وفي سوي نصه مشان تساع عنا بالطنجرة. يا حنسوي نصه بس نص التاني بنستعمله يعني كمان مشان نودي. هلا بنرش الملح وبهار ابيض. يلا رشي لي بهار ابيض. ومناخد اتصال. الو بدي اعزبك بدنا نحط الحشوه هيدي بنحطها هيك بالنص بدنا نلفها. لا مش قلت. الو الو هات نحط شوي بعد بنديك. الو شيف انطوان معك تلفزيون لبنان. الو بونجور. الو بونجور. الو بونجور مدام. شيف انطوان. نعم نعم نعم. كيفك شيف انطوان؟ منيح منيح كتر خير الله. انت كيفك؟ بدي اعزبك. اسمعيني. بدي اعزبك شيف انطوان تعطيني عجينة الرقاق بالبيت. يعني بتطلع قريبة لها بس مش مثلها لانه هوديك مكانات. الو الو تطلع قريبة لها مش مثلها تمام لانه هوديك مكانات بيعملوهم. ايه طيب اوكي. تكرمي. شكرا شيف. بخاطر عيونك. شايفين كيف عملنا الجالونتين؟
حطينا دقينا الدجاج او الحبش او حطينا لحمه مفرومه مع بيض وملح وبهار ابيض. فيكم تحطوا لنا باتيه، فينا نحط فواجرا، بعدين شقيناها بالنص حطينا ترونش جامبون عادي او بقري، بعدين من الفيليه تبع الدجاج يلي سويناها. هلا منلفها بهالشكل، من بعد ما عملناها بهالشكل بدنا هلا نلفها. شوفوا كيف تصير عملية اللف. بنقط بنشيل ورقة زبدة، بنلف أول وحدة فيها، وتاني وحدة فيها لورقة الزبدة، نرجع ورقة ألمنيوم تكمشها أحلى، اثنيناتهم صح بس تكمشها أحلى. ومناخذ اتصال. ألو ألو ألو، مرحبا. مرحبتين، أهلا وسهلا فيك حبيبي شيف أنطوان. حبيبي تسلم، كلك ذوق كلك ذوق، الله يخليك يا رب. من شي كم يوم حكيت عن سلق الفول شيف أنطوان. سلق الفول؟ نعم نعم. هلا انا بسمعك على التلفزيون، يعني عم بسمعك على التليفون هلا. نعم، بدك تقلي، بس قلت لي بتحطه على نار خفيفه وما بعرف شو بتحط معه ليصير ليطلع لونه ابيض. ما بنحط الا ملح معه، بس بس ملح، بس ملح، بس ممنوع يغلي. فهمت عليك، انا عندي سوبيا على حطب، بدي احطه على السوبيا من فوق. ايه، تكون النار خفيفه. نعم، وبس شوف تحس بلش البخار يطلع. نعم، طفي النار، مش طفي النار، روّس النار. نعم، وتركها حوالي ساعتين ليستوي الفول على نار خفيفة. اوكي شيف أنطوان حبيب قلبي، شكرا. سلامة عيونك. قلبك، سلامة صوتك شيف أنطوان. ميرسي، كلك ذوق. الله معك حبيب. الفول كتير حساس، منشان هيك بدنا ننتبه عليه. هلا هولي الاصناف ما كنا نعملكن اياهم على طول، بس ايام الاعياد لازم نعملهم. هلا فينا نحمرها بالفرن وفينا نحطها مع مواد عطرية. نحط المواد العطرية ومننزلها معها. هاي التاني نفس الشيء. هاي الخيط بيقولوا له خيط القنب او اي خيط بيصلح للاكل. شوفوا كيف بعمل، بقعد أول وحدة من هون وبخلي معها شوية الخيط ليبرم معي على الجهة التانية، برجع بعمل هيك بهالطريقة، فوت إيدي من هون وهيك بشيل هذا الخيط عنه. هلا بس نشده على الميل التاني، هو بشد بيطلع منظرة حلو كمان كمان. ومناخذ اتصال. الو أنطوان، يعطيك العافية. الله يعافيك، يا اهلا وسهلا فيك يا عيني. وحياتك، بدي اسألك، عندي بطين ذبحتهم وحطيتهم بالثلاجة،
نعم بدي اعملهم على العيد وما لي غيرك. هلا البط هو انت عملتيه عندك اياه كان عايش يعني هون عندنا بلبنان مش جاي من برا. ايه عمرهم شي 7 شهور مش اكتر. بس لو كان بدهم 4 ساعات على النار. اوكي اوكي تكرم عيونك. واذا كيف بدي اعملهم بس ما بعرف. يلا اشرح لك. يلا يلا ميرسي. بدك اياهم مع اذا بدك اياهم مع خضرة. الو اوكي معك. اذا بدك اياهم مع خضرة مثل ما عم ساوي الخضرة اليوم انا مع هالجالونتين. ماشي رح اشرح لك كيف تحميرها وكيف استعمالها. واذا بدك اياهم على رز رح اشرح لك على رز. تكرم عيوني. مع خضرة. يلا تكرم عيوني. خلي لي اياك بخاطرك. هلا هون بدنا البطاطا. قلنا اول شيء شو بنبلش كنا بكل شيء سريع البطاطا. هوريك الكفوف لان صار فيهم دجاج. هالبطاطا صار في حاطط 600 ماي على النار. بنقطع البطاطا بهالشكل كل قطعة على 2 وكل 2 ل 4. وبناخذ اتصال. الو 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 بونجور. مرحبا كيفك شيف انطوان؟ ماشي الحال يا اهلا وسهلا فيك. كيف صحتك؟ ان شاء الله منيح. كتر خير الله نشكر ربنا. شيف بدي اسالك يمكن خارج عن نطاق شغلك اليوم بس بدي اسالك في حمص بالسوق لونه اسود. اسود؟ اسود ايه بيقولوا له حمص اسود. ما بعرفه. مش سامع فيه ايه؟ لا. هو محلات الحبوب عم يبيعوا منه. هلا بجوز من شو بلد بيكونوا زارعين. كيف عندنا في بندوره كمان سوداء بجوز هذا مثله. اه او لك يعني بيسوى ينعمل بطحينه وهيك؟ لا ما بيطلع على معك. هلا بيسوى بس ما بيطلع اللون زيته المعود عليه. ايه ما بيطلع زيت اللون بس ايه. بينطبخ بيتاكل يعني. اكيد اكيد لو ما بيتاكل ما عم بيبيعوه بمحلات المواد الغذائيه. ايه بس في اليوم بذور كثيره ايه. وهالبذور حسب ما نحن نزرعها هي بتعطينا. هلا نحن بمناطقنا ببلادنا والمناطق حوالينا مش معودين عليها بس بيكون حدا جاب من هالبذره من برا من تينيا من خارج لبنان وزرعوها ومش هالحال. ممنون عينك شيف. تكرم عيونك يا اهلا وسهلا فيك. هالجزر من قطعهم ممكن نعملها بلحمة قشر. ممكن نجيب هبرة نمدها بدل الدجاج يعني. ايه فينا كمان. هلا بس يغلي البطاطا منعير 3 دقايق مش اكتر. وهيدي شوي من راسها شوي من كعبها مستعملهم لوين للمواد العطرية. هلا بتصور انا هالحمص اللي عم تسألني عنه اما من المكسيك او البرازيل او الهند بس مثل قلت لك مش معودين علي نحن كلبنانيين انه نستعمله ويكون عندنا
بأكلنا يعني. حطي لي شوية ماي. خلص. منحط جزر. منحطهم على النار مع شوية ملح. وبنرجع. وبنرجع بعدين بسقة الكوسة وبعدين البروكلي بنفس الوعي. بحط معهم شقفة زبدة. هالزبدة بتعطيها طعمة طيبة لإلها. وبس ضيف ارجع البروكلي والكوسة برجع بزيدها للزبدة. هلا بنساوي الكستنة. الكستنة بتستعملوا كستنة أصلية تركية أصلية. ما بنحط شي بالمقلاية. المقلاية فاضي. ما منحط فيها شيء. القشرة من هون بعملها هيك فقط. وبناخد اتصال. الو الو السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ انطوان؟ الو مرحبا شيخ انطوان، كيفك؟ مرحبا يا اهلا وسهلا فيك، كيف صحتك؟ طيب. انا من السعودية، حبيت اسلم عليك. اهلا وسهلا فيك، تحياتنا لكل اهل السعودية. أنا من الخليج العربي، وأنا وأنت نفس الجيل، وأنا بصراحة من المعجبين فيك بأكلاتك الجميلة صراحة. تسلم، كلك ذوق، شكرا لك وعلى اتصالك الحلو. الله يحفظك يا شيخ انطوان، يطول في عمرك إن شاء الله. نعم الله يطول في عمرك. شكرا يا سيدي الكل، حبيت أسلم بس. نعم حبيت أسلم عليك بس، شكرا لك حبيبي. تسلم، كلك ذوق، وأنا بشكرك على اتصالك الحلو. الله يحفظك يا شيخ انطوان، تحياتك لوقتك كمان واتصالك. لا والله تستاهل كل خير يا شيخ انطوان. لكل أهل السعودية والخليج اللي عم يحضرونا تحياتنا لهم كمان. شكرا لك يا سيدي الكل، كل عيد السنة وهم بخير وانت طيب ان شاء الله، كل عوانكم بألف خير ان شاء الله. شكرا شكرا حبيب القلب، شكرا، مع السلامة يا سيدي. مع السلامة حبيبي، شكرا لتليفونك. هالكوسة شوفوا شو بدي أعمل فيه، بدي زخرفه بهاش هيك. هلا رح اعطيكي لتبلشي لنا بال بلش تغلي البطاطا. هاو من الكوسة شو هالزينة الحلوة للعيد. اكيد رح اعطيكي جات لتسوي لنا فيه الخس، السلطة يلي بتتقدم مع الطبق. هاي البطاطا عندي عم تغلي، منحط شوية زيت نباتي بصينية. بنصفي البطاطا صفينا البطاطا وما منبردها، بدها تضل ببخارة يلي انضموا لنا. هلا نذكر بالجالونتين يلي عم سوي أنا والست سامية. عنا هون جالونتين الدجاج أو جالونتين العيد. عندي فروج مقطع مسحب مقطع اتنين، شيني لحمة مفرومة ناعمة مع بيضة مع ملح بهار أبيض برجع وسط الطيب، مع جامبون بقري، مع الفيليه تبع الدجاج لفيناها على بعضها ربطناها وحطيناها بالطنجرة بالماء لتنغلي. هون
هون عندي كاستنا صنف جيد، بحطها بالمقلية وبهذا الشكل. هاي البطاطا بتصفي من الماي، نصفيها هيك من الماي، شايفين البخار فيها، بننزلها تنزيل. كمان منرش ملح وبهار أبيض عليهم ومناخد اتصال. ألو، مساء الخير. مساء النور، يا أهلا وسهلا فيك. كيف أنطوان؟ أنا عم بحكيك من قطر. يا أهلا وسهلا فيك حبيبي. نحن متابعين برنامجك دايما وحابين نتشكرك بنهاية هالسنة على كل هالطبخات الطيبة اللي بتعملنا إياها. تسلم، كلك ذوق، وتحياتنا لكل اللبنانية اللي موجودين بقطر كمان، وكل اللي عم يحضرونا من الجالية العربية. نقطع الخط، نعتذر، هو يمكن عم يسلم. بس هاي البطاطا من بعد ما تتحمص شوي على النار هون بنهزها هز، بنفوتها على الفرن. هلا هاي الكاستة انا عندي هون بقلبها، بننوس النار على الجزر يلي عم يغلي، حطينا معه شقفة زبدة صغيرة وملح وبهار أبيض. هون الكاست أنا بس عم قلبها عن ناشف، يحفرجيكم كيف، ومناخد اتصال. ألو ألو ألو، بونجور. يعطيك العافية شيف أنطوان. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا فيك حبيبي. حبيبي أنا عندي بس سؤال بسيط بدي أعزك فيه. بخاطر عيونك. أغلب الأحيان بنشتري طحينة، بكون النشف. تشتغل شو؟ تشتري؟ طحين. طحين؟ طحين. طحين، نعم. بكون النشف بالكعب، يعني تقريبا نصفها أو نصها مجمد. شو طريقة بنرجع نطلعهم ونستعملهم؟ مش واضح مزبوط، مش ما توضح مزبوط. عندك طحينة أو طحين؟ طحينة. شو بيها عم تجمع بكعب المجمع؟ أغلب الأحيان نشتريها بتكون مجمدة. أوكي، أول شيء أول طريقة أنه نرجع نطريهم يعني. إيه، أول شيء بس تجيبها وتشتريها لوب المجمع على الشكل الثاني على راسه. بنعملها بنعملها. نعم. بس أغلب الأحيان بتكون عتيقة ومجمدة، لو قلبناها بضل نصها مجمد. حط لها شوية زيت نباتي وحركها بملعقة قاسية، بيمشي حالها. ما بدها شيء سخن يعني؟ لا لا ابدا، بالعكس بتشد على السخن. طيب حبيبي، شوية زيت نباتي وحركها بملعقة قاسية تكون او ملعقة خشبية قاسية، حركها مزبوط بيمشي حالها. تكرم، اهلا وسهلا فيك. هلا الكاست انا يعني نحط لها وعي لنطبخها، وهي أطيب طريقة لها. منحط شوية ماي، قلي أكيد حسب الكمية، الكمية قليلة حطينا قليلة، وجبنا 6 حبات، مش مهم الكترة، إن الكيلو اليوم 160,000. أنا جبت 6 حبات، إنه هالجالونتين مع هالسلطة بطعمه تقريبا 6 أشخاص. هون منحط معهم الكاستنا، حطي السكر مني معروف، شوية جوز الطيب، نص ملعقة صغيرة سكر، منحط معه زبدة، تعطيها طعم كتير طيب الزبدة معه، وشوية ملح وشوية بهار أبيض. رح نتوقف مع محطة إعلانية ومنتابع حلقتنا أنا وست سامية عبر شاشة تلفزيون لبنان.
متابع حلقتها انا والست ساميه، الست ساميه عم تسوي الكاست، انا عم تأشرهم بيتأشروا معنا بكل سهوله، بس اوقات ما بتطلع كل حبه كامله لوحدها، اوقات بتطلع فيها الحبه حبتين او ثلاثه بتصغر، بس هي بشكل عام حبه منيحه. هلا بتضيفهم الست ساميه على شو؟ على الزبده، زبده شقفش وملح وفلفل ابيض وشويه مي صغير ونتفه سكر وحبه سكر، بنغطيهم. وقديش بيضلوا؟ شي 7-8 دقايق. 7-8 دقايق بيضلوا 7-8 دقايق وبيطلع عنا اطيب كستنا بهالطريقه. هول القشر ما بيمشوا هون معنا، اللي عم بيولعوا حطب بالجبل بيحطوهم مثل القراعه بيطلعوا يعطوا ريحه طيبه، بيطلعوا مثل القراعه. يلا هلا بدي اعزبك، دفي لنا الكوسه على الجزر من بعد ما يغلي الجزر لوحده مثل ما هني. اوكي، بنضيف الجزر عند الكوسة على الجزر، البروكلي بعد، البروكلي آخر دقيقة ونص بس. دائما الشغلات بدنا ننتبه لها لنحافظ على أكبر كمية قطعية ممكنة من الفيتامينات والأملاح المعدنية. دائما قبل ما تخلص آخر شيء بنساوي البروكلي. حط الورقة هون إذا بدك. هاي القرمية تبع البروكلي أو القرنبيط بتتاكل، أكيد بنشيل القشرة منها وأكله وبتغذي وكتير منيحة. سريعة فيها أكلة طيبة البروكلي. ومناخد اتصال جديد. الو، كيفك؟ مرحبا، يا اهلا وسهلا. شايف مغير صوتك، انتبه على حالك. ايه ميرسي كلك ذوق يا مريم، سلامة قلبك يا شاب. بس بدي اسألك، روابة لبن حطيتهم بالبراد، بابي عشية حطيتهم بالكيس، قلهم من امبارح لهلا عم بينزل، صار نقطة نقطة، عم تمشيلهم؟ يلا هلا فيك تشيليهم. ايه؟ هلا فيك تشيليهم هلا. صار فيني شيلهم؟ ايه نعم. طيب ميرسي شاف، تكرمي ميرسي التليفون، خلينا اياك يا رب. تسلمي كلك ذوق، ينعاد عليك يا مرموره. لا بعد شوي. اوكي، هون قلنا من بعد ما نضيف الكوسه، ليش حطيت 5 كوسيات مش 6 مثل الكاست انا؟ ليه؟ شو السبب؟ لانه في ناس مثل يكون في بروكلي ما بياكلوا كوسه، بياخذوا حصتهم زياده من البروكلي، بياخذوا اكثر. اكيد البروكلي راح يروح اول بقى. اول شيء هون بنحطهم، بنغلي الكوسه بالاول 6-7 دقائق لوحدها، وبعدين بنضيف البروكلي عليها. هلا اني بعد شوي بس رح اضيف الزبده اللي بعدها عندي، لانه بيعطوها طعمه طيبه كثير لها. الجالونتين بده غلي على النار تقريبا ساعة وعشر دقايق. هلا رح نشرح البطة أو البطتين اللي عند المدام، وحدة رح نسوي لها إياها على رز ووحدة طلبتها على خضرة. نيرتهم طيبين، بس الرز دايما بمد أكتر، يعني وقت اللي بيكون في ولاد في عيال اعملوا على رز بتمد اكثر وكل بيطلع شبعان وطيب. هلا وقت اللي بيكون في كبار بالعمر او ليل العيلة بالبيت فيها تعملها على خضار. اول شيء البطة، اذا كانت انا عم بشرح كل شيء بشكل عام، اذا كنت اشتريناها او الحبشي من السوبر ماركت بتكون من شركة، والشركة يعني من مزارع، والمزرعة يعني مثل الدجاج علفه تقريبا، وبكون لحمة منا قاسي كتير، خلال 3 ساعات 3 ساعات ونص تستوي عنا الحبشة أو البطة.
والوزة كمان فينا نسويها بهالطريقة. أما وقت اللي بتكون بلدية هون بالبلدية بتختلف نوعين. أول شيء الست قلت لي إنه عمرها لا يتجاوز 6-7 أشهر، يعني معناتها بعدها صغيرة بالعمر، بعده لحمة ما إسا كتير. والبط بشكل عام أو الحبش وقت اللي بيكون ضمن مزرعة صغيرة أو حد بيت بالجبل ما بيمشي كتير، معناتها كمان إنه لحمه ما إسا كتير، ولكن بيضلوا أقسى، انتبهوا، بيضلوا أقسى من البط يلي بنشتريه من السوبر ماركت جاهز مجلد. الطريقة، أول طريقة يعني نسويها بالفرن وبتمشي للخضار وبتمشي لحشوة القرص. منجيب الحبشي أو البطة بنفركها بالملح والبهار الأبيض، بقطع حامضة بفركها فيها وبتركها تقريبا حوالي 10 دقائق ربع ساعة. إذا كانت مفرزة بدي أتأكد من داخلها إنه ما في أبدا رواسب الدم أو بعد شيء دم مسقع أو مجلد، لأنه هودي إذا كانوا فيها بيعطوا زنخة للحبشة أو البطة وما بتطلع معنا طيبة أبدا. برجع بحط عليها إما ملعقتين سمنة أو فنجان قهوة زيت نباتي وبدخلها إلى فرن حامي. نتركها بالفرن أول نص ساعة، بطلعها من الفرن. لنفترض هاي الصينية، بعلي شوي الصينية أنا هيك بملعقة بسقيها للبطة أو الحبشة. من بعد ما سقيها برجع بدخلها ربع ساعة، برجع بطلعها كمان من الزوم بسقيها. برجع بجيب بصلة كبيرة بقطعها 4 قطع، جزرة كمان 4 قطع، ضلع كرات، بحط حبة حبة جوات تجويفتها مع ورقة غار وعود قرفة، والباقي حواليها كمان بسقيها وبرجع بفوتها ربع ساعة تلت ساعة على الفرن. من بعد ما فوتها ربع ساعة تلت ساعة على الفرن، ما عنده مانع، وهون عم نحكي للخضرة مش الرز، للخضرة ما عنده مانع، في حط لها 2 كباية بيض أبيض و2 كباية مي. اللي عنده مشكلة أو ما بيحب البيض بحط دغري 4 كبايات مي. انتبهوا، ما عم بغمرها بالمي، 4 كبايات مي أو 2 بيض 2 مي. نرجع بنغطيها بورقة زبدة، برجع ورا الزبدة ورقة ألمنيوم ليصير في محكم الإقفال، وبرجع بخليها بالفرن حوالي 3 ساعات. بهالطريقة بتستوي الحبشة، بساوي معها جزر، كوسة، بازيلا، بروكلي، بطاطا محمرة، أي أنواع قلوبية، شو بيكون متوفر عندي، قرنبيط، شو بيكون متوفر عندي من الخضار في سويها معها. بس هون الخضرة في غير بأنواع، ولكن البطاطا هو صنف أساسي ليشبع كمان الواحد منها. الزوم يلي بضل عندي ضيف عليه 2 ملعقة نشا ذرة وبعقدها وبصفيها، أو في يحطه على النار وضلني إغليه لينشف، بحط 2 ملعقة طحين برجع بحركهم ليصير لون الطحين بني وبرجع بحط عليهم مي. هيدي أول طريقة، طريقة الرز. فينا نحمرها بنفس الطريقة، وفينا نقليها بمقلية كبيرة للحبشة ونحطها بطنجرة، بحط معها 4-5 كبايات ماي فقط لا غير، بحط معها بصلة وجزرة ورقة غار وعود قرفة كبشة قرنفل مكسرين بالنص، بحط معها ملح وبتركها تغلي 3 ساعات ونص تقريبا على نار هادية، وبتستوي معي الحبشة.
هلا بفرم نص كيلو بصل، حط معهم قطعة زبدة شوي كبيرة، بحطهم بطنجرة على النار، ضيف معهم نص كيلو لحم مفرومة خشن، بقلبها على نار قوية، برجع بضيف لها ثلاث ارباع الكيلو رز حبة طويلة أو بسمتي، برجع ملعقة صغيرة ونص بهار أسود حلو، ملعقة صغيرة ونص قرفة، ملعقتين صغار ملح، وبضيف مية البطة أو الحبشة، وبكمل الباقي لأطهي الرز بالماء المغلية. بتركن على نار خفيفة 22 دقيقة، نحركن حركة، رح ناخد اتصال ونرجع منتابع حلقتنا أنا والست سامية. ألو 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 بونجور، يعطيك العافية. الله يعافيكي، أهلا وسهلا فيكي. ينعد عليك سلفتك وعليك بالصحة والعافية إن شاء الله. معك مدام سعيد، بدي أسألك سؤال شيف أنطوان. نعم. عندي ديك عمره 3-4 سنين بحته، بيقولوا لنا دايما ديك البلدي ما بيستوي بالهين، شو نعم الطريقة حتى يستوي معي لما ياخدش نار كتير؟ في أعرف منك شو الطريقة؟ ليش لنكون صريحين، ايه 6-7 سنين بده يكون قاسي. ايه ما هو قاسي شوي، مش شوي، كثير اكثر من 7 سنين ما حدا بيخلي ديك عنده. شو 3 سنين 4 سنين عمره؟ قلت لي 6-7 هلا اسمعك. لا يا قلبي لا، شو 3-4 سنين بس. 3-4 سنين مقبوله. ايه هلا مين قال لي؟ لي الي الو. ايه ايه قال لي إيه؟ قال لي بشويه زيت او سمنه، ايه حطيه بطنجره كبيره، ايه حطي معه ربعه مي، ربعه ويه ربع ماي، ايه مع بصلي وجزرة وورقة غار وعود قرفي وكبشة قرنفل وهودي، ايه ملح، ايه ريه على نار قوية ونوصي النار، ايه وتركيه على نار خفيفة 3 ساعات ونص. بس ما بده شي نحط معه شي كانوا يقولوا من زمان بحطوا العودتين. عودتين؟ ايه لا، بل فيك لا تحطي معه شو؟ حبتين بن أخضر إذا عندك. ايه ايه عندي بن اخضر. برافو، البن الاخضر بيساعد بطراوته. اوكي اوكي، تكرمي. ميرسي، يا اهلا وسهلا فيك، يعطيك العافيه، تكرمي. شو نسوي الصوص؟ يلا حطي ملح هون وبناخذ اتصال. الو، او حطيهم هون يلا. نفس الشيء خلص. الو الو شيف أنطوان معكم تلفزيون لبنان. الو، وهي للسلطة حطينا خل، فيك تستعملوا الابيض، هو شوية ملح نزليهم او خل البلسميك او خل العيد اللي بدكم اياه فيكم تستعملوا. هون على الكستنا خلص ما عادش بدي، طفيت النار. هون على البروكلي بعد ما غلو بدي يطلع البخار لفوق، قويت النار ليطلع البخار، بس يطلع البخار دقيقة وحدة وبطفي عنه. هون عندي قربوا يستووا، بس اصولا الجالونتين بدنا نشيله نحطه بجاط او بصينية برات البراد بالاول لمدة ساعة، بعدين بالبراد اقل شيء 3 ساعات، تاني نهار او بعد 3 ساعات منقطعه بيطلع معنا جامد وراسس على بعضه وحجمه منيح ومنه فارط، بعدين منسخنه ومنقدمه. هيك على طول بيتقدم الجالونتين. هلا اليوم انا يحشيله قدامكم، يحطع شقفتين ثلاثة قدامكم، ولكن بده يفرط لانه شوي سخن. اكيد بده يبرد. بده يبرد يعني. يسلموا. هلا يلا هيك كبير. هيدا شو؟ هيدا. اوكي.
منجيب صينية منشيل هالقلنطين نجيب سكين وخشبة يلا اطفي الماء منقص الخيط وبيطلع معنا بكل سهولة يلا طفي على البروكلي وخليه بغطى ومناخد اتصال الو 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 بونجور مساء الخير شيف انطوان مساء النور يا اهلا وسهلا فيكي معك مدام لاعب بيسور اوه اهلا وسهلا كيفك يا عمي الحمد لله كيف صحتك اشتقنا لكم نحن بالاكثر تحياتنا لابو غالب العريض كمان الله يسلمك خلينا اياك يا شيخ تسلمي لو سمحت عندي سؤال يلا بخاطرك ممكن نفرز الشمندر ما بيتفرز الا للعصير او لتستعمليه مع شيء تاني يعني بشكل بوزة أو شيء فيك تعمليه نعم بس ليضلوا مثل ما هو لا ما بيضل ما بيضل شكراً لك تكرمي أهلا وسهلا فيك شايفك افتاره حلو منظره ايه هي اللي قلت انا انه بده يفرط ليه سنك شوي مش ما تفرط شو بدك تعمل هلا مش عن قصة كلها نحن نقص شوي بس لنفرجيهم كيف سخنة كتير سخنة منشيلها بهذه الطريقة نصفي المي منها وما نقسمها بلا ما انا خلص نسويها بهالشكل الثاني طيب الحرارة كلها بتطلع منها كيف سخنة كتير كمان منقطع شوي منها منقول امتي نقطعها تاني نهار او اقل شي بعد 3 ساعات هي القلنطين هلا بدي اعزبك اعطيك البطاطا والخضرة والبروكلي والكستنة تحطيهم حدهم هاي البروكلي والجزر وهذا ملقط منشان اذا شيل الزينه
هول كاست أنا. يعني كل القيم الغذائية بهالوجبة الطيبة بهالوقت. ست سامية عم تسكب الخضار والجرنتير من شان الجالنتين العيد. راح نشوف المقادير عبر شاشة تلفزيون لبنان. تابع حلقتنا. عم تسكب ست سامية الجزر. هلا الكستنة سخن شوي. البطاطا جيب يلا حطي بالملعقة. طب يلا بيها سخنة سخنة. شو حلو منظرهم ومثل النخاب طيبين. هدي يا بالفوطة من المعروف عطول كل شي بيكون بالفرن ننتبه منشان الحريق. والحريق برجع بلكم وأنا مسؤول عن كلامي. أول شيء إذا واحد احترق بده يحط أكيد يا مرهم أسود أو الميبو أو دواء للحرق. بس في حال كنتوا بالمطبخ، برجع بقول في ناس ما عجبهم، برجع أقول كنا بالمطبخ وما عنا هيدا الشيء ومستعجلين عنا حفلة 400-500 شخص وبنكمل الشغل، في حلين أو ثلاثة، إما معجون أسنان ببوردها أو رب البندورة بتبوردها، رب البندورة مش بندورة، أو بتجيبوا شقفة زبدة. بعد عم مسؤول عن كلامي، بتنحط على الحرق زبدة وبتنحط قريب للنار ليصير في هب لنمنع يطلع بول تعبي ماي أو حبة تعبي ماي لنمنعها ونقدر نكمل الشغل. ست سامية نحن بنشكرك على هالطبق الحلو يلي هو طبق العيد. حلقتنا اليوم انتهت، على امل ان تمر هذه الايام بسلام فينا. ما بنقدر نشتري كيلو كستنا، بنحل بالحبوب على عدد الاشخاص. عم نلاقي حل، ما انه الاكل واحد 4-5 حبات كستنا وين اكل حبه، هي ذات الطعم بيكون اكلها وبيكون عيد. واهم شيء الجو يلي بيكون بالبيت واللي بيكون الناس مع بعضها بتحب بعضها. استعملنا اليوم جالونتين العيد، جزر بروكلي كوسا، بطاطا كستنا، حطينا معها الحشوة الطيبة. حلقتنا اليوم انتهت، بتتقدم معها السلطة الطيبة كمان يلي عملت لنا اياها الست سامية. بنقلكم باي باي وبنشوفكم بخير. انا والست سامية بنقلكم باي باي.